على الرغم من كل هذه الجهود اللي بتبذل، ما زال التحدي قائم. والتحدي قائم في بمنتهى الأمانة الزيادة الكبيرة والمستمرة بالسكان، واللي بيقابلها على الجانب الآخر وفوراً احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة، في تعليم وصحة ومواد غذائية ومياه وأراضي للتنمية وإسكان. حجم هائل النهاردة إحنا كدولة دائماً بنتوقف عنده ونجابهه في كل سنة وإحنا بنحط الموازنة. فخامة الرئيس، إحنا في هذه المرحلة ويمكن لا يخفى على أحد، إحنا بنعمل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم، وببدأ بتناقش مع كل زملائي الوزراء على حجم الاحتياجات الجديدة اللي إحنا محتاجينها. وطبعاً بمنتهى الأمانة، وأنا اسمحوا لي بس حدي بعض الأمثلة البسيطة، بنواجه بحجم أرقام يعني حتى قدرات الدول المتقدمة لا تستطيع أن تجابهها. أنا حدي سبيل، حدي رقم بس واحد هتوقف عنده. إحنا النهاردة في عام 21 الزيادة الطبيعية لمصر تقريباً 1.5 مليون نسمة، وهي الفرق ما بين المواليد والوفيات. 1.5 مليون نسمة دول عشان نعرف احتياجاتهم قد إيه، أنا حدي مثل واحد. إذا افترضنا إن أي مدرسة وأي فصل تعليمي عشان يبقى عدد فيه مناسب، من المفروض بنقول من 30 طالب، هقول حد أقصى وأتجاوز 40 طالب. يبقى أنا كدولة محتاج كل سنة أضيف 40,000 فصل جديد عشان هذه الزيادة السكانية. 40,000 فصل تكلفة إنشاء الفصل النهاردة فقط 500,000 جنيه. هنا بتكلم على الفصل جوه، يعني لما بحسب قيمة المدرسة بقول دي فيها 20 فصل، يبقى تكلفة المدرسة على طول كده بقول 10 مليون بكل خدماتها بكل شيء. يبقى أنا لو بتكلم على 40,000 فصل في 500,000، يبقى حضراتكم بتتكلموا على 20 مليار جنيه كل سنة أنا محتاج أضيفهم عشان أبني فقط فصول. ده ناهيك على إن أنا محتاج أعين ليهم معلمين ومدرسين وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة. طب إحنا عندنا تراكمات قد إيه؟ عندنا تراكمات بتصل إلى حوالي 200,000 فصل النهاردة موجودة من الفترات السابقة، وبنشتغل بكل قدرات الدولة الهائلة عشان نحاول نخفض هذه الفجوة. طب إذا كنا قادرين على هذا الكلام بالإمكانيات الكبيرة والدفع والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، طب هنعمل إيه في الجديد اللي كل سنة مطلوب مني أضيف هذه الأرقام الهائلة؟ الكلام ده بينطبق على الصحة، بيتكلم على حجم المستشفيات. كل سنة أنا مطالب كدولة أضيفها لإمكانياتنا وقدراتنا، ومش فقط مباني، أنا بتكلم هنا مباني وبنية أساسية وعنصر بشري يقوم على هذه الخدمات. فالنهاردة إحنا كدولة مجابهين بحجم تحدي على جميع المقاييس لما بنتناقش به مع كل الحكومات المماثلة وكل الحكومات المثيلة، دائماً لسان حالهم بيقولوا انتوا بالنسبه لكم طب وماذا بعد؟ انتوا شايفين الدنيا هتروح لفين بعد 10 سنين و15 سنه مع القدرات، بالرغم من كل المشروعات اللي احنا شايفينها انتوا بتنفذوها على الارض هائله، ولكن على الارض برضو عندكم التحدي بتاع التنميه البشريه وزياده عدد السكان، واحنا هنعمل فيه ايه؟